نعم، دورية من الشرطة كانت تجوب شوارع مانهاتن في نيويورك وبينما تجوب في الشوارع رأت المشتبه به يسير في الشارع بشكل عادي في وضح النهار وقامت الدورية بإيقافه وإلقاء القبض عليه المشتبه به هو فرانك روبرت جيمس وهو يبلغ من العمر 61 عاما وكان قد قام يوم امس بالقاء قنبله غاز داخل مقصوره للقطارات قطارات الانفاق في مدينه بروكلين المجاوره لمنهاتن ومن ثم قام باطلاق 33 رصاصه ومن ثم تعطل مسدسه النصف الي وبعد ذلك لذ بالفرار وبعد محاولات مضنيه وتفتيش يعني تفتيش في منتهى الدقه نجحت الشرطه في نيويورك بالقاء القبض عليه بينما كان يتجول في شوارع نيويورك في وضح النهار حتى الآن هناك لا يزال عشرة أشخاص قابعون في المستشفيات جراء إطلاق النار عليهم مباشرة فيما فيما أطلقت المستشفيات صراحة أو يعني أو سرحت المستشفيات الباقين هناك 21 شخصا تم تسريحهم من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية ولكن يعني هذه هي النقطة هذه هي هذه هي النقطة التي نستطيع أن نقول أنها يعني كانت مشتيرة للجدل إلى حد ما. في في نيويورك وهي تعطل كاميرات المراقبه سواء في في محيط الشوارع الخاصه بمحطه القطارات قطارات الانفاق او داخل محطه محطه قطار الانفاق نفسها كانت الكاميرات معطله وهذا سبب احراجا كبيرا للمسؤولين المحليين في بروكلين ولولاية نيويورك في حد ذاتها لأن ذلك أثر سهيل بشكل كبير أثناء على وقوع الحادث كان تمت هناك حديث يعني عن احتمال أن يكون بالحادث الإرهابي الآن وقد تم الكشف عن هوية المسؤول عن هذا وعن إطلاق النار ماذا عن تصنيف الحادث من قبل الجهات الأمنية؟ حتى اللحظه لا يزال الحادث حادث جنائي وليس حادثا ارهابيا بعد التحقيقات التي سوف تجرى من قبل الشرطه سوف يتم اعلان بعد ذلك يعني معلومات اكثر عن الدوافع وفي حال اتضح ان هناك دوافع يمكن ان تصنف كدوافع ارهابيه سوف يتم اعاده تصنيف هذا الهجوم كهجوم ارهابي وسيكون في هذه اللحظه سيكون اول هجوم ارهابي تتعرض له منطقة نيويورك منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ولكن أود أن أعيد التأكيد على نقطة مهمة جدا هي أن يعني كانت هناك شعور بال يعني شعور بالطمأنينه لدى المواطنين في نيويورك تحديدا لأنه يوجد كاميرات توجد كاميرات مراقبه في في كل الشوارع في يعني على على كل تقاطع شارع يوجد كاميرات مراقبه والآن عندما جاءت لحظه الجد وجاءت اللحظه التي سوف يتم الاحتياج الصور من هذه الكاميرات كانت الكاميرات معطله وهذا تسبب باحراج كبير وجدل كبير داخل الاوساط المحليه في نيويورك وحتى على صعيد قومي هنا في الولايات المتحده